أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن العلاقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قد استطاعت أن تشكل نموذجا حضاريا يسمو بروح الأخوة والمصير المشترك في مواجهة جميع التحديات بهدف ترسيخ العلاقات التاريخية التي تربطهما والتعاون الوثيق الذي يشكل إحدى الدعائم الأساسية في سبيل تحقيق الرخاء والازدهار والرفعة في البلدين. جاء ذلك لدى استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في مكتب سموه بقصر الوادي سعادة السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة توليه مهام عمله الدبلوماسي الجديد في المملكة. وخلال اللقاء هنأ سموه سفير دولة الإمارات بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد متمنيا سموه له دوام التوفيق والتميز في أداء عمله على الشكل الذي يدعم ويعزز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تعاون كبير يسهم بمزيد من التطور والتقدم على كافة الأصعدة. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نعرب عن اعتزازنا الكبير بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي عززت من توحيد المسارات والرؤى والتي دعمت الترابط والتلاحم بين البلدين ونشيد بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها الإمارات الشقيقة على كافة المستويات في ظل القيادة الزاهرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والجهود المتميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. من جانبه أعرب سعادة السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين عن سعادته بهذا اللقاء الأخوي الذي جمعه بسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مؤكدا أنه حريص تماما على بذل الجهود الرامية لتطوير وتنمية العلاقات البحرينية الإماراتية مشيدا في الوقت ذاته بما تشهده البحرين من ديمومة تنموية شاملة في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه والذي عزز من مكانتها المرموقة على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.